خلينا نروح لمداخله هامه جدا الحقيقه للكاتب الصحفي الكبير والاعلامي الكبير الاستاذ علي الزينه. استاذ علي، ازاي حضرتك؟ مساء الخير اسلام، حييك ومنحيي كل جماهير الاهلي في ام الدنيا وفي الوطن العربي، وانا سعيد بتواجدي معك. احنا اللي دايما بنبقى سعداء باللي احنا بنسمع صوتك، وان انت بتختصنا دائما بان احنا نسمع مع جمهور الاهلي دائما ارائك الجميله والجريئه. الله يحفظك، وانا حاضر لجمهور الاهلي ولكل ما هو يتعلق باللون الاحمر. طبعا ردود افعال عربيه وعالميه على تتويج الاهلي ببرونزيه كاس العالم للانديه المره الثانيه على التوالي، شفت حضرتك ردود الافعال ازاي خصوصا في ظل الغيابات الكثيره جدا اللي كان، او في ظل الامور الصعبه الكثيره جدا اللي كانت بتمر على النادي الاهلي في كاس العالم للانديه الاخيره؟ بالفعل اسلام، يعني احتلال الاهلي المركز الثالث ببطوله العالم للانديه، البطوله القويه جدا التي يشارك فيها ابطال القارات، هذا ليس بالامر السهل، وكانت ردود الافعال يعني راضيه جدا، مع انه كانت طموحات اكبر بوصول الاهلي للمباراه النهائيه على الاقل، لكن الكل كان راضي للظروف اللي مر فيها نادي الاهلي لتداخل بطولي مع بطوله كاس امم افريقيا في ظل الاصابات اللي تعرض لها الفريق، وانت ذكرت بدر بنون قلب دفاع على اعلى مستوى، اكرم توفيق تقريبا من افضل اللاعبين حاليا في 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 تشكيله النادي الاهلي، وايضا منتخب مصر، غياب اللاعبين الدوليين عن المباريات الاولى، فكل هالظروف اجتمعت على الاهلي ببطوله العالم للانديه، وان يخرج بالبرونزيه بالنهايه وعرض هائل امام الهلال السعودي القوي في مباراه تحديد المركز الثالث والرابع، اعتقد كان في رضا تام بالعالم العربي. نعم. ورضا على الفانيلا الحمراء، لانه كلنا صرنا متاكدين وكلنا متفقين انه الاهلي يلعب بمن حضر، واي لاعب بيلبس القميص الاحمر بينزل على الملعب وبيقدم 110% مش 100%.